جزاكم الله خيرا. في العادات وفي المآتم، حيث يقوم أهل الميت بجمع المصاحف ويختمون القرآن مرة أو أكثر، فهل يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت؟ لم يرد بهذا دليل، وهو وصول ثواب القراءة إلى الأموات ليس عليه دليل، وإنما جاء الدليل بالصدقة عن الأموات و الحج والعمرة عن الأموات والأضحية عن الأموات. وأما ثواب القراءة فهذا وإن قال به بعض أهل العلم أنه يصل إلى الأموات قياسا على ما ورد، فإن فيه نظرا ظاهرا، والأولى الاقتصار على الدليل. وبإمكان من يريد نفع الميت ونفع القريب من أمواته أن يعمل بما وردت به الأدلة من الصدقة عنه ومن الدعاء له والاستغفار له والإكثار من ذلك والحج والعمرة وقضاء الدين الذي عليه إذا كان عليه دين، هذا ما وردت به الأدلة. نعم.